مساء الخير حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. إيه وان شاء الله ما تشوفوا الفيديو ده كلكم تبقوا تمام وبألف خير. إيه النهارده حبايبي؟ مع بعض فيديو بسيط وسهل جدا. إيه طريقه كده او طبق حلو قوي قوي، ما بياخدش معانا وقت خالص. انتوا عارفين ان انا دايما بميل للاكل اللي هو ما بياخدش وقت، الاكل اللي بتعمل في السريع. طيب الطبق بتاعنا النهارده هو المكرونه بالوايت صوص او البشاميل الابيض. طبق سهل جدا وبسيط ومش هياخد معانا اي وقت خالص. نبدا بقى في المكونات بتاعته ونقول اول حاجه عندنا ده لتر من اللبن الحليب، ماشي براحتك طبعا، ممكن نص لتر مفيش مشكله، نص كيلو من اللبن تمام، او اللي هو اللي العلب اللي بتبقى معلبه دي نص كيلو، العلبه اللي هي بتبقى نص كيلو ده اللبن بخير ولبن جهين، اي نوع اي نوع، ده لبن حليب انا غلياه وادي اهو تمام. طيب عندنا هنا مكرونه اي نوع، اي نوع من المكرونه انتوا زي ما انتوا حابين. بس انا عامله مكرونه فرن، ممكن بقى بكذا حاجه، ممكن لو عندكم اطفال ما بيقدروش ان هم يمضغوا او كبير عليهم المكرونه دي، نستعمل المكرونه اللي هي المقصوصه، ماشي. ممكن المكرونه اللي هي بتبقى شرايح دي، او سوري شرايط المكرونه اللي هي بتبقى شرايط، اي نوع مكرونه انتوا بتفضلوه في الاكل مفيش مشكله. انا هنا هعمله النهارده بالمكرونه اللي هي الفرن. طيب عندي هنا زيتون مخلي زي ما احنا شايفين اهو، ملون يعني الاخضر على الاسود. هنا دول 3 معالق من الدقيق، وهنا عندي جبنه موتزاريلا. مكوناتها بسيطه وسهله، يلا بينا نبدا مع بعض حبايبي. اول خطوه هنسلق المكرونه، انا حاطه حل على البوتاجاز فيها ميه، هحط دلوقتي قدامكم الملح وسنه صغيره من الزيت، وهسلق كيس المكرونه ده. اول حاجه هنا حبايبي جبت حله فيها ميه على النار، مجرد ما الحله الميه اللي فيها يعني غلي، ماشي، هنزل بيه كيس المكرونه. نقطة صغيرة من الزيت، والملح اهو بس كده كويس، وهسيب المكرونة عندي على النار اهي، خليها بقى ايه تتسلق براحتها كده. بسيب المكرونة تتسلق تمام. الحله الثانيه اللي هي على البوتاجاز حبايبي هنحط ايه فيها؟ نعمل البشاميل او الصوص الابيض. دلوقتي دي معلقه من الزيت والسمنه، انا حاطه الاثنين على بعض، ممكن تحطي زيت بس ممكن سمنه بس مفيش مشكله، انا حاطه شويه كده من السمنه صغيرين وتكمله ايه معلقه كده زيت، حاطه الاثنين على بعض يعني مش كتير. طيب هنزل اول حاجه بالثلاث معالق الدقيق معايا، ادي اهو 3 معالق من الدقيق على السمنه والزيت اللي انا حطاهم دي، ماشي مش حبايبي كده. انا احتجت تاني احط سنه صغيره من الزيت اهو، ماشي، عشان بس ايه يعني الاكله متبقاش فيها دهون كتير. ادي اهو حطيت، ماشي حبايبي، هحمر معايا الزيت كده على، حطها على نار هاديه، هحمر معايا الدقيق وكده حبايبي. بعد ما 3 دقايق كده دي على النار في الزيت زي ما احنا قلنا اهو، بصوا خلاص كده انا حمرتها مش عايزاها اكتر من كده. هنزل عليها بالايه؟ باللبن. وعايزه اقول لكم الايه التقليب المستمر، طلع كده المعلقه دي كده وتقليب مستمر، شايفين اتكون فيها على طول اهو كده، عشان ايه هتتقل معايا، تقليب مستمر مستمر. انا ايه هفصل كده الكاميرا واخليها 5 دقايق وانا هقلب اقلب فيها، انا عايزاها تبقى ايه سميكه شويه. بصوا كده حبايبي بعد 4 دقايق
4 دقايق من التقليب المستمر. شايفين السمك بتاع البشاميل عمل ازاي؟ تقل شويه، بصوا 4 دقايق بالتقليب ايه كده مستمر على طول على طول على طول، فكده السمك معايا بقى تقيل. طيب هنزل عليه بايه دلوقتي؟ ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، اهو مش هحط كتير، ده فلفل اسود. تمام، واقلب برده الفلفل الاسود في البشاميل او الصوص الابيض اهو. كل مادة انا مخليه النار بتاعته هاديه شويه، كل مادة ما بيعمل ايه بيتقل. بس السمك بس اللبن تقل ازاي معايا، ما بقاش ايه سائل كده، لا بقى تقيل، ملمسه تقيل اهو. وادي الفلفل الاسود عليه. طيب في اثناء البشاميل ما هو تقل كده معايا، هضيف له ايه بقى؟ بص حبايبي، هحط له جبنه موتزاريلا والزيتون. ادي الزيتون، هاخد كده شويه من الزيتون اهو. هو ممكن يتحط مفيش مشكله على فكره على الوش ويدخل الفرن، مش هيقول حاجه يعني، بس انا بحبه جوه البشاميل، احنا بنحب ناكله كده. وادي جبنه موتزاريلا اهو، عشان ايه يديك كده مطه حلوه. بص حبايبي اهو، انا حطيت الزيتون والجبنه الموتزاريلا برضو، هديها تقليبه كده اهو. بصوا دلوقتي الجبنه الموتزاريلا هتسيح، اهي ساحت اصلا، شايفين حبايبي؟ بصوا اهي، بصوا عملت ازاي، تحفه جدا جدا جدا، وطريقه ناجحه عايزه اقول لكم جربوها مش هتندموا يعني. بصوا شوف الصوص لما اتحطت الجبنه الموتزاريلا فيه بقى ايه، حاجه تحفه تحف يعني. طيب بصوا كده حبايبي، ساحت الجبنه الموتزاريلا وبقى جميل طالب الاكيله بقى. وادي الزيتون حاطينه فيه الكميه اللي انتوا حابينها من الزيتون، خلاص شايفين الموتزاريلا عملت ازاي. طيب تمام كده معايا البشاميل جهز. هشوف بقى المكرونه معايا. بص حبايبي، زي ما انتوا شايفين انا عملت اهو الوايت صوص، وادي المكرونه سلقتها وصفيتها. طيب هحطها معايا على الوايت صوص اهو. بصوا ادي كيس المكرونه اللي سلقناه صفيناه. الوايت صوص يا جماعه معلقه، حط كده ايه يعني ربع معلقه من الملح، صغننه خالص على الوايت صوص، ربع معلقه من الملح صغيره. بصوا يا جماعه، بصوا بقى الجمال، ادي اهو شايفين، انا قلت لكم ان الموتزاريلا دابت وساحت ومطت مع اللبن على النار. بصوا بصوا حبايبي اهو، نقلبه كده حلو، شايفين الموتزاريلا الساحة الجميلة. بصوا حبايبي ادي اهو كده، خلاص انا قلبتها حلو جدا. هغرفها معايا كده اهو، جبت الطبق سليم كده اهو، ونغرفها مع بعض. بص حبايبي اهي اهي، شايفين الجمال بقى، طعمها تحفه يا جماعه، تحفه جدا جدا جدا. ماشي، نغرف كده الطبق بتاعنا اهو، وجبنا الموتزاريلا عايزه اقول لكم عامله شغل وحلوه قوي 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 قوي، سايحه جميله اهو. ادي حبايبي جربوه وبألف هنا وشفا. تمام بس كده حبايبي، وتفضلوا معانا.